بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي تحت اللمبة، مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحت اللمبة. وعندنا كثير من المواضيع والفقرات اللي هتكون معنا في حلقة اليوم. هنبدأها بموضوع افتكر انه موضوع لطيف وجميل بيحتاج انه احنا نسلط عليه والضوء، هو موضوع اقلام نسائيه شابه. اقلام نسائيه في السودان تنقلت ما بين الصحافه الورقيه والنشر الالكتروني، وعدد كبير من المشاركات والبصمات اللي بقت موجوده بشكل يعني ظاهر للعيان. سعيدنا جدا نسلط الضوء على الموضوع ده اليوم بصحبه ضيفات عزيزات جدا، الاستاذه الصحفيه لينا يعقوب. اهلا وسهلا بك يا لينا. اهلا بك صحيفة السودانية، طبعا صحيفة معروفة، اهلا وسهلا بك. ودكتورة ريم جعفر، ريم مدونة، اهلا وسهلا بك يا ريم. دكتورة طبيبة ولا دكتورة طبيبة؟ ان شاء الله ونشر الكتروني، يعني الاثنين مع بعض. فرصة سعيدة بك. وعدد من المحاور اللي هنتكلم فيها اليوم، لكن نعمل مدخل للحلقة دي عبر التقرير ده ونشوف. استطاعت المرأة السودانية إن في مجال الصحافة إنها تثبت وجودها، وخاصة في أقسام يعني هي كانت حكر لفترة طويلة على الرجال. يعني مثلا الصحافة السياسية تحديدا ممكن تكون المرأة قدرت تثبت وجودها فيها، والصحافة تحت الأخبار. أنا دريا منير، صحفية ومصورة. بدأت الصحافة من 4 سنين، كانت هواية بالنسبة لي، احترفت الصحافة. بعدها دخلت في مجال التصوير بحكم انه ما في التصوير نسائي، اذا كان في المناسبات او التصوير صحفي نسائي. في الفتره الاخيره ظهرت في الصحافه السودانيه عدد من الاقلام النسائيه المتميزه، واللي كان لها دور بارز في عدد من المجالات، في المجال الفني والمجال الرياضي والمجال الاجتماعي، مجالات عده مختلفه، ويتميزوا بتناول مواضيع في غايه الاهميه وبكل جراه. وجود المرأة في الصحافة وتطورها كأقلام من حيث المنهج ومن حيث التأسيس للمعرفة عموما كان في وقت مبكر جدا، يعني تقريبا من سنة في نهاية الأربعينات، سنة 47 كانت في تكوي سيركسيان السوداني من أصل أرملي، اللي هي أسست أول مجلة بنت الوادي في وقتها، وبدت بعد ذاك التطور للأقلام النسائية لما جاء الاتحاد النسائي أستاذة فاطمة أحمد إبراهيم طبعا، وأسسوا مجلة صوت المرأة في الوقت ذاك، كتبت فيها أستاذة أمال عباس وأستاذة أمال سراج وغيرها من الكاتبات، وتطورت ووضع الصحافة. ولكن أيضا كانت متفرغات في الكتابة، جاءت سعاد الفاتح بعدها ومجلة المنار. الصحافة الاجتماعية قدرت تخليني أختبر روحي في كثير من المحطات الحياتية، وأطرح على نفسي أسئلة ما كنت هطرحها لو ما اشتغلت فيها تحديدا، دون عن الأقسام الثانية. أحب جدا إنه أنقب في المجتمع وأشوف الحاصل شنو، يعني أحاول قدر الإمكان أقدم إسهامي ولو البسيط أو غير المرئي بالنسبة لكثيرين. لكن الصحافة الرياضية النسائية بالنسبة لي يعني هي رسالة كانت في المقام الأول، بهدف دخول أكبر عدد من السيدات والفتيات لتغطية الأنشطة الرياضية النسائية في السودان، وعشان يكون في دافع حتى للأسر السودانية في إنه بنات يقتحموا المجال. الحمد لله رب العالمين، يمكن من كنا صحفية أو اثنين، حاليا العدد وصل ل 22 صحفية رياضية. أفتكر دي إنجاز كبير جدا، يعني في فترة يعني أقل من 15 سنة. استطاعت الصحفية المحققة إنها تدخل، إنها تجتاز الصعوبات اللي بتواجهها في الحصول على المعلومات، وإنه مثلاً في الصحافة التحقيقية إنها هي كانت حكر مثلاً على الرجال إنه هي ما بتقدر
تدخل الأماكن في 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 محلات كده مثلاً بيشوف إن الزول دي ممنوع إنه تدخلها بيت أو تمشيها، لهي قدرت إنها تمشي الأماكن دي وتقتحمها وتأخذ المعلومات منها. الصحافة بتمثل لي تحدي وبتمثل حقيقة وبتمثل علاج لقضية وبتمثل حياة كثيرة بالنسبة لي. يعني من أنا أقول صحافة، صحافة ده بالنسبة لي حاجة ما سهلة. يعني لما أطلع عشان أعمل حاجة بكون يعني جواي إنه أنا عايزة يعني أعمل حاجة ممكن تفيد المواطن، تفيد أي زول محتاج، تفيد أي زول ممكن يكون داير يصل للحقيقة أو داير يصل لمبتغاه. احترف التصوير النسائي في المقام الأول. تاني حاجة إنه أنا بشوف إنه الصورة يعني بتوصل الرسالة بطريقة أفضل وطريقة أأمن من الكتابة. بنتمنى إنه الصحافة النسائية تشهد مزيد من التقدم ومزيد من الازدهار وتشهد مساحات أوسع من الحريات لتناول مواضيع قد تكون في غاية الحساسية، ولكن تناولها من أجل المعالجة ومن أجل إبراز الدور الإيجابي بالنسبة للمرأة. رسالتي للصحفيات الرياضيات السودانيات إنه يتحلوا بالمصداقية نمرة واحد والمهنية واحترام الذات، وإنه نخد في بالنا إنه إحنا يعني داخلين في مجال صعب جدا اقتحامه بالنسبة للرجال، نحن لازم نثبت وجودنا باحترامنا لذاتنا في المقام الأول واحترامنا لرسالتنا في المقام الثاني واحترامنا للرياضة في المقام الثالث. بكده ممكن نصل. نحاول نحن كسيدات، يعني أنا بشوف إنه أصعب تحدي ممكن يواجهنا التحدث عن المسكوت عليه عنه في المجتمع. المرأة ما مسموح لها بأنها ترفع صوتها فعليا، وبالتالي ما مسموح لها بأنها ترفع صوتها مجازا في الكتابة فيما تكتب وما تعالج يعني من قضايا. نحتاج تعديل بعض القوانين في الصحافة والمطبوعات ومزيد من الاجتهاد للنساء ومزيد من الاجتهاد في والمرونة في وجود الرجل الصحفي في مجال الصحافة، بأن تكون المرأة رئيسة للتحرير ومديرة للتحرير، وهناك يعني نماذج مضيئة جدا منها آخرة أستاذة سمية سيد في تحرير في رأس التحرير صحيفة التغيير. أفتكر أنها برضو تجربة مميزة. عدد من النساء في الصحافة الرياضية وفي الصحافة الفنية وفي الصحافة الاجتماعية وحتى على مستوى الصحافة التلفزيونية وفي التحقيقات الاستقصائية أيضا النساء مميزات وأقلام ثابتة. أهلا بكم من جديد. إحنا ممكن يعني نتعرف أكثر لينا يعقوب، سنين من الكتابة الصحفية وعدد كبير من المشاركات والتأثيرات في الرأي، عم نقول في تأثيرات على الرأي العام من كتاباتك. طبعا عادة السؤال أنا بحب إنه يعني يجاوب عليه الطرف الآخر، يعني الإنسان عادة ما بيقدر يقيم نفسه بصورة. يعني تأخذ إيش نضيف؟ والله سؤال صعب. قولي هو سؤال صعب بالنسبة للتقييم، ولكن أنا لينا عقوب صحفية صحيفة السوداني رئيسة للقسم السياسي، أيضا أعمل في قناة الشروق، دخلت مؤخرا للعمل التلفزيوني من 2008 تقريبا إلى الآن، كاتبة عمود من 2013، مقتحمة أكثر للمجال السياسي وبعض التحقيقات الأخرى. الآن زميلة تلفزيونية يعني تعمل مع أصحابها جديدة. ودكتور ريم جعفر مدونة يعني وباللغة الإنجليزية. أنا ريم جعفر في الأصل طبيبة، لحد حاسة طبيبة يعني لحد الآن. أيوة صامدة ريم كويس. لكن حاسة خليت الشغل الكلينيكال وبشتغل بدرس في الجامعة وبشتغل في الوزارة. فأنا بدون من أكثر من 10 سنوات، لكن من قبلها كنت بكتب يعني كتابة روائية من برضو فترة طويلة شديد.
حاليا عندي مدونتي الخاصه وبرضو بكتب في مجله هي الافريقيه LFA اللي هي مجله لتناقش قضايا المراه الافريقيه، وانا المدونه الوحيده من السودان، هي فيها مدونات من كل انحاء افريقيا وبكتب في مجله اندريه في حتات ثانيه بسيطه. اندريه الان كانها مجله يعني مدونه في عدد كبير، هي اقرب لمجله تناقش المواضيع السوشيال والكالتشرال في السودان وجنوب السودان بالعربي وبالانجليزي. طيب بشكل عام يعني في المجال الصحفي انا عندي معلومات انه صحفيات لنا القيد الصحفي اخر احصائيه 1476 من جمله 4477 يعني عدد عضوية اتحاد الصحفيين من الكاتبات 476، تعتقدين العدد ده كويس؟ هم فعلا الناس عندهم قيد صحفي، ولكن الصحفيات يمارسوا الكتابة لا أعتقد أن العدد ممكن أن يكون صحيح، يعني الصحف ليست كثيرة ولا أعتقد أن رقم 1700 ممكن أن يعبر. عندهم قيد صحفي لكن يمكن ما لا لا عندهم قيد صحفي، نعم ممكن، نعم بالتأكيد أنا فهمت أن الكتاب يقصدوا بيمارسوا العمل الصحفي. في تسارع في العضوية يعني العددية أيوة. نعم نعم لأنه في ميزات اللي بحصل عليها، اللي بحصل على البطاقة الصحفية بيجي ميزات من عضوية الصحفيين في الأراضي، في السكن، في العلاج، في السفر، في غيره، فبالتالي هي بتكون أيضا يعني موضع للاستفادة من قبل الشخص الحاب إنه يكون عنده قيد صحفي حتى لو ما كان ممارس. وأكبر مثال إنه يعني كل سنة بيقولوا إنه في 4000 و5000 حصلوا على العضوية، ولكن الممارسين الحقيقيين للعمل الصحفي أقل من كده كتير. أقل من كده. وبالنسبة للتدريب يا دكتورة أي؟ بالنسبة للتدوين هو الرقم شوية ممكن يكون صعب إنه الواحد يحصله، لكن هي دافنتلي أقل كثير من 1000 وحاجة ولأنه ما في قيد تدويني ولا حاجة زي كده، صحيح ما بيكون شوية دافنتلي إنه الواحد يحصله. لكن الانطباع العام النشر الإلكتروني للفتيات السودانية هو ضعيف، أنا بفتكر بالمقارنة بالعدد الممكن يكون بيكتب أو بيدون سواء بأي لغتين كانت. يعني الحاجة الثانية مشكلة التدوين إنه بتحتاج لأن هي يعني حاجة شخصية، فبيحتاج إنه الواحد هو اللي يكون ملتزم إنه دائما يكتب rather than إنه من يكون شغال في جهة في صحيفة إنه هو automatically بيكون بيكتب. فإيمن حتى بتلقى ناس كثيرين بيبدوا مثلا تدوين وبيقيفوا بعد فترة، فبيبقى ما مدوين بعد ذاك. العدد بسيط، العدد بسيط، ما هو فيه لكن ما كثير يعني. ما هو طموحه يعني مطلوب بعيد. طيب يعني بشكل عام المرأة السودانية شقت طريقة وأثبتت نفسها في العمل الصحفي بطريقة يعني نقدر نقول المهنة مثلا كان قاصر على الرجال في الكتابات وفي النشر كده. الأدوات السنوات الأخيرة في قنوات في يعني أقلام نسائية واجهت الرفض بالثبات، هل نقدر نقول الجملة دي إنه واجهت الرفض بالثبات؟ هل المجتمع كان رافض إنه المرأة هي الرحمة الصحفية والكاتبة موجهة للرأي العام؟ ولا القصة دي كان بس هو إنه هم الكاتبات هم نفسهم ما كان خش المجال واقتحموا؟ إلى حد ما يمكن أن تكون العبارة صحيحة، ولكن في جزء آخر مكمل لها إن الصحفية نفسها كانت هناك قيود تمنعها في الفترة السابقة. أعتقد مع تطور الزمن وتقدم الزمن إنه هذه القيود قلت. قيود زي شنو؟ المجتمع يعني تأخير يعني. نعم مثلا الصحفي ده معروف إنه وقته ما ملكه، ولكم الوقت ملك للعمل، فلازم بيترجع بدري قبل المغرب، لازم إنها ما تكون بتتابع مثلا أعمالها ممكن يكون لها وقت متأخر، المواضيع اللي هي بتتناولها لازم تكون أيضا في مجالات معينة، مجرد اقتحامها لمواضيع أخرى يعتبر عيبة وممكن الأسرة تتكلم فيها، أي نقد يوجه للصحفية ممكن كان زمان الأسرة ما تقدر تتفهم. الآن أعتقد أن كل المفاهيم دي تغيرت، في حرية أكبر، في تفهم من المجتمع ومن الأسر، مش لعمل الصحفية لكن لعمل النساء عموما في كل المجالات المختلفة. يقول الجيل الجديد ده من الكاتبات الصحفيات ده أكثر جرأة وشجاعة من الجيل اللي قبله، عشان كده بيختار حتى موضوع الزمن والوقت والمواضيع ده ما شاء الله اللي بيكتب صحيح. والله يا أخي ممكن يكون صحيح إلى حد ما، يعني زمان في رئيسات تحرير تولوا المناصب دي، ممكن يكونوا أيضا في مديرات تحرير، لكن أيضا عددهم ما كان كبير، وإلى الآن اللي بيشغلوا المواقع القيادية في الصحف من النساء برضو عددهم ما كبير، يعني صحيح هم كاتبات بيكونوا في عدد كبير جدا ومتميزات وصحفيات مقتحمات وكل الميز ممكن
نقول فيهم، ولكن المناصب القيادية لهم أنها تكون في رئيس التحرير، أنها تكون في مدير التحرير أو نائب رئيس التحرير، لسه المناصب دي في الصحافة السودانية ما آلت إلى المرأة بشكل كافي. لكن التدوين الإلكتروني ما بالضرورة يكون عندك صحفي متاح، الوكيل ملكك والموضوع ملكك والنشر ملكك، ما في المجال. صح. قادرين السودانيين تعمل حاجة في المجال على على العدد الموجود على الأقل؟ أنا بس عايزة أقول هذا، هو التدوين صح إنه وقتك ملكك وكذا، لكن actually هي الحاجة اللي بتعمل pressure أكتر على زول، لأنه أنت لازم تلتزم إنك تكون دائما يعني consistent بالكتابات حقتك، وأنت اللي بتكون مسؤول من ال accuracy والصحة بتاعت المعلومات اللي أنت بتكتبها، وما بزول بيفتش وراك يعني، فهي actually بتكون مسؤولية أكبر شوية من إنه إذا كنت شغال in a team. At the same time هي فيها يعني ممكن تكون حرية أكبر من عدد من النواحي، غير إنه بيكون عندك وقتك إنه أنت تقدر تعمل فيه في الوقت اللي بريحك يعني تكتب، ولكن ممكن حتى تكتب 3 مواضيع الليلة وتنشرهم بعد 3 أسابيع it's fine، لكن في نفس الوقت في الميزة بتاعت إنك ممكن تخفي الهوية حقتك، وأكشن في عدد من الناس بيعملوا كده. تفكر الموضوع المصداقية؟ زول كتب حاجة أفكاره يعني وأخفي اسمه، هو ما مقتنع بها ولا خايف ولا؟ ما ضروري، أنا شخصيا ما بشوف إنه الحاجة دي بتكون، إذا أنا ما بعرف منو الكاتب ما بالنسبة لي ما بتأثر على المصداقية بتاعت الكلام. ممكن ناس يكونوا بيفتكروا غير كده، لكن هي دي في النهاية ميزة. وأكشلي في يعني عدد من الصحفيين بيعرفوا يعني يتعرفوا على الميزة دي، وبيبقوا يعني إحنا أنا شخصيا دربت عدد من الصحفيات بالذات من منطقة دارفور إنهم يقدروا يعملوا their own blog، يكون عندهم المدونة حقتهم، لأنه بتطلعوا شوية من القيود أو المخاطر النيبية اللي ممكن تلاقيهم لما يكونوا معروفين ويكتبوا في صحيفة أو في مجلة وكذا، فهي عندها يعني benefits كويسة يعني. لكن بالضرورة إنه النشر الإلكتروني أو الكتابة الورقية هم نقدر نقول ماشيين في خط متوازي، ولا لسه الصحافة مقدمة، ولا المستقبل هو للتدوين الإلكتروني، ولا القصة دي حسمة كيف؟ يعني في جدل كبير على الموضوع. سؤال شائك. رأيته ما حنتشاكل فيه يعني بالتأكيد، لكن يبدو لكل مجال قراءه. الصحافة الورقية عندها قراءة رغم انحسارها، رغم قلة توزيعها وقلة انتشارها، هي مؤثرة، وهي تكون أنا في اعتقادي أنها أكثر تأثيراً من التدوينات ومن الوسائل الإلكترونية الأخرى. التدوين أيضاً هو لغة العصر القادمة، هي الوسيلة الأخرى للمخاطبة بالعالم والمخاطبة محلياً، وأنا أعتقد أنه التقنية الآن توفرت ممكن أقول لمعظم الناس، يعني حتى أنا ما أقدر أقول كلهم أو غالبيتهم، لكن لفئة كبيرة منهم أنهم بدوا يقدروا يتعاملوا بالإنترنت وبالتقنية وبالموبايل، ودي سهلت اقتحام المجال لأنه برضو يلم قراء ويلم مواطنين كثير عليه. في ناس كتار بيفتكروا أنه الصحافة الورقية هي اللي عندها الكريديبيليتي، يعني أنه الناس تصدق الحاجة المكتوبة كده. أنا ما هقول غير كده. يعني كده وكده هي، لكن فعلا لحد حاسة ممكن التدوين ما يكون عنده الجمهور اللي زي عند الصحافة الورقية. يعني في نفس الوقت الجيل الجديد عموما، كل الجيل بتاع الانترنت ده أو الديجيتال ايرا يعني عموما، ممكن هو بيعرف التدوين أو الصحافة الإلكترونية أكثر مما بيعرف الصحافة الورقية، فهما الاثنين هما في النهاية بيكملوا بعض، هما complementary يعني، ما أفتكر إنه في واحد ممكن يكون في منافسة at some level، لكن ما إنه في واحد بيغير على الثاني. لكن عموما الصحافة الورقية أفتكر هي ماشية في الاتجاه بتاعها at some point، هي ماشية على الصحافة الإلكترونية يعني. هتندثر؟ I hope إنها ما تندثر. لكن يعني بتلقى إنه في مجلات كثيرة وجرائد كثيرة بقت هي بتوقف البرنت حقها الورقي وبتكون إلكترونيك، لكن هي في النهاية صحيفة ما مدونة. طيب لكن إحنا بيقولوا إنه أي صحفي ممكن يبقى مدون يعني، لكن ما يمدون بيقدر يبقى صحفي؟ أنا أفتكر كده مع احترامي لكل المدونين، لكن لأنه في النهاية هي في النهاية الغاية واحدة، أو الناس في النهاية بتكتب لي حاجة واحدة لأنها بتكون عايزة توصل رسالة أو بتكتب عن موضوع واحد. الكتابة عموما الريبرزنتيشن لأي حاجة كانت بتحتاج إنه الواحد يكون بتقص الحقائق كويس، بيتكلم بستاتيستكس يعني بأكيرسي،
انا عايزهم انه المفترض انه الصحفيين اوريدي بيكونوا مدربين على الحاجه دي as opposed to المدون هي دي حاجه هو بيعملها من نفسه okay. كموهبه كده القدره على الكتابه كموهبه وكانه هو عن نفسه بيكون عايز يتاكد من صحه الكلام اللي هو بيكتبه ده I think انه فعلا بس من الناحيه دي ممكن كل صحفي يبقى مدون لكن ما كل مدون بيقدر يكون صحفي unless انه هو عايز يكتب بطريقه كويسه يعني طيب ممكن يكون يعني. كاتب هو صحفي دي فعلا يعني صحفي تختلف عن كاتب احنا عندنا صحافه في كتاب ما صحفيين فالمدون ممكن يكون كاتب باعتبار انه يحول مدونته من نسخه الالكترونيه الى نسخه ورقيه لكن فعلا ما ممكن يقدر يبقى صحفي لانه الصحفي برضه عنده حاجات بيعملها وبيلتزم بمعايير محدده وبيكون في وراه مراجعه من ديسك التحرير لحذفه لتعديله لاضافه لانها تكون مهنيه وموزونه ففي حاجات كثيره بتخلي الماده الصحفيه تختلف عنها. طيب لو رجعنا ثاني لموضوعنا الاساسي اللي هو الاقلام النسائيه الشابه دي هل يعني نوعيه القضايا والموضوعات اللي تناولتها وتكلمت عنها هل هي قضايا بتلبي احتياجات المجتمع ككل ولا هي بتلبي احتياجات هي بس كاميرا؟ لا طبعا اكيد بتلبي احتياجات المجتمع وحقيقه انا يمكن ما قاعده اميل شويه يا مجتمع ليه انه انا اجندر الحكايه انا بعتبر انه الصحفي بيوصل الرساله كان صحفيه او كان صحفي يعني لكن انه الصحفيه هي تتخصص في مواضيع معينه وفي قضايا معينه والصحفي لا الى حد ما كان فقط القسم الوحيد الممكن يعاني من تكدس الرجال فيه هو القسم الرياضي في الصحف وحتى في التلفزيون يعني باعتبار الكورة كانت بتاعت رجال وأولاد وكذا الآن حتى المسألة دي بقت الحمد لله إنها هي تختفي وبقت للبيت إنها قدرة إنها هي تقدر تدخل حتى في المجال الرياضي حتى في الصحف قد يكون إنهم زمان عندهم خوف من إنهم يدخلوا استاد يشاهدوا مباراة لكورة يسمعوا كلام ما كويس من المشجعين لكن كل الحاجات دي أنا أعتقد إنها الآن بدأت يعني تقل وبدأت تندثر. طيب يعني الكلام ده انت بتأيده لانه في كثيرين بيقولوا انه المراه الصحفيه اللي عندها وضعها عند النساء هي المراه اللي بتقاتل من اجل حقوقهم ومن اجل وجود المراه وبهذا الشكل يعني انا بفتكر الحاجه دي عندها جانبين انا بوافق في حته انه هو في النهايه الصحفي سواء صحفي او صحفيه ما هو في النهايه حكتب عن whatever topic it is يعني دي ما هي مشكله لكن الحاجه الثانيه يعني هو يعني حاليا الصحفيات او المدونات او هوفر بيكتبوا عن مواضيع مختلفه كثير يعني ايفن حتى زي الحاجات الزمان كانت بس للرجال مثلا زي الرياضه عن السياسه عن الساينس في اي حاجه كانت الاختلاف بيبقى انه لما الصحفيه او المدونه او هوفر تكتب عن قضايا المراه بيكون لانه هي عندها اونرشيب للموضوع اكثر فممكن تكون بتسلط عليه ضوء مختلف من اذا كان مثلا رجل مثلا ممكن يدخلوا فيه ديبر وممكن بيقدروا يلقوا فيه معلومات اكثر او حاجات اكثر لانه هم في النهايه بيتعاملوا في حاجه هي بتخصهم ففي الحاجه دي هم عندهم الحاجه دي بالنسبه لهم هي مصدر يعني حاجه بتاع نقطه قوه اكثر من انها هم بس بيكتبوا في الحاجات دي في نفس الوقت يعني في مواضيع كثيره اذا النساء ما هم اللي كتبوا عنها وناصروها وكذا هي ما حتقوم يعني ما حننتظر زول يجي يعمل او كده having said that دي ما معناته ابدا انه هم النساء مقصورات يعني محصورات في حال في قضايا ابناء طيب على الاقل في في فيما فيما يكتب الان يعني فيما يكتب الان وما تقدم المراه في مجال العمل الصحفي المراه الشابه الاقلام النسائيه الشابه عندها تاثير اكيد عندها تاثير في قد تكون اقلام ما عندها تاثير اقلام نسائيه موجوده ما عندها تاثير في اقلام نسائيه موجوده عندها تاثير اختيار المواضيع مخاطبه الفئه اللي هي مستهدفه يعني الفئه المحتاجه دي برضو جانب مهم جدا لنجاح الصحفيه لان هي تاخذ فيدباك قوي جدا على الموضوع اللي هي بتكتب فيه عدم محاوله التقليد يعني الصحفيه برضو ما تكون انها هي يعني مقلده كده للاخرين شخصيتها استقلاليتها اختيار تعبير عن رايها بوضوح والحمد لله انه ده هو الان يعني معظم السائد في حرية متوفرة عشان هي تقدر تأثر في الرأي العام؟ في حرية لكن في مضايقات قد تنغص عليها قد تكتب رأيها بصراحة
تجي يعني بدل ما الإنسان يعني غالطة في رأيها ممكن ينحرف لي أشياء شخصية يحجر عليها مثلا. أيوة هو ما حيقدر يحجر عليها أصلا لكن حينغص عليها بمعنى إنه هو ممكن يعني يقوي لي. إحنا عندنا أقرب مثال للكلام اللي بقوله لك ده لواحدة زميلة معنا صحفية صديقتنا برضو كتبت عن موضوع بيتعلق بداعش وما داعش يعني هي خايفة من الناس اللي بيجوا من داعش إنهم يخلوهم طوال يجوا يندمجوا مع المجتمع وممكن إنهم هم تاني يرجعوا إنهم هم يجي عندهم الفكرة المتطرفة. دي وجهة نظرك يعني. دي وجهة نظر. طيب وجهة نظر. مشكلة وين يعني؟ المشكلة إنه ده الموضوع بيقوم بيتشخص لحاجة تانية لطوال إنه الكتاب اللي هم ممكن يكونوا معروفين إنهم هم ميولوا إسلامية لدرجة كبيرة إنه قوموا بيتهموا بدي بالفسوق والفجور وإن هي مثلا ممكن عايزة ممكن التهمة دي حتى لو كان رجل هو اللي كاتب توجه له يعني ما عشان هي امرأة يعني. لا هنا بتختلف المسألة مهما كان دائما للبنت أو للصحفية حساسية إنه أي رجل أو أي إنسان يعني يمس منها هذا الجانب يعني لو من أنت تقول لصحفي يا فاسق يا فاجر يا ما أعتقد إنه المسألة زي بتشتم وبأي شتمة تانية يعني مع الاعتذار لكن لما أنت تقول للبنت للصحفية حتى لو كانت عندها استقلاليته وهي إنسانة شجاعة وبتقدر تعبر عن الرأي لكن لما في الصحف يقوموا يتهموها باتهامات يعني حتى بإنك أنت علمانية أنت بتدعي ليه إنه يكون في الخرطوم في نادي العراء انك انت عايزه يعني بتبقى المسائل تنحرف الى جزء اخر بمسها اذا هي ما تاثرت اسرتها بتتاثر فبالتالي دي المشكله انه المجال ده يعني اشواكه كثيره وهو طريق يعني ما ممهد بسهوله بالذات للمراه فهي خشت يعني. في المجال بالتاكيد حتكون متوقع ردود فعل احتمال تكون اسوأ من كده زي الرجل ما هي الموضوع هنا بيكون عن المهنة صح ما عن الشخص هذا لكن لا أنا أتكلم لك عن ردة الفعل يعني ردة الفعل أنت لما تجاه المرأة بتكون تجاه المرأة بتكون مختلفة أنت أكيد إذا تعرضت لملافظ معينة ما زي ما الصحفية هي تتعرض لها أكيد وقعها وأثرها يعني دي تركيبة المرأة كده ودي الحاجة اللي ما هيقدر يغير المجتمع مهما كان يعني حتى لو نادينا بالمساواة وإنه إحنا مقتحمين نفس المجال في النهاية قدرة الاحتمال بتختلف في النهايه نظره المجتمع انت حتى لو غيرت نسبه كبيره ما حتقدر تغيرها كلها اللي هي بتشوف انه دائما يعني الرجل ممكن يكون كلامه صح انك انت ما تغلط وما تعمل ده الجدل الذي لا ينتهي موضوع حريه المراه ده والسدي بيكون في مراعاه لجوانب معينه فيها المفروض انه انت لو ساويتها بالرجل في اي شيء ببقى انا ممكن اعنفها بنفس الطريقه اللي عنفتها بها الرجل هنا في المراه لا المفروض انا ما اعنفها مع انه نفس الفعل عمله بين الاثنين تبقى دي القصص المبتدئ هو والله شوف هو مبدأ مرفوض معلش انا عايزه اخلي نمت الدراسه لما احنا جايين لانه دي لازم ما عندهم مشاكل الكبيره زي الصحافه الورقيه لكن يعني في النهايه انا صح ردة الفعل بتكون مختلفة بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل لكن هو المبدأ طبعا مختلف انت دائما حتى المرأة اي صحفية تعبر عن رأيها في اي قضية سياسية اجتماعية فنية اي شيء المفروض من الرجل او حتى من زميلة المرأة انه يكون الاختلاف في الرأي ايوه انك انت تفند الرأي ده بدليل ممكن تسخر من الرأي نفسه ما مشكلة ممكن تنتقده بأقصى العبارات لكن دائما لما تنحرف للشخص نفسه أو تسفه الإنسان نفسه كان صحفي ولا كان صحفي هي دي المسألة لا تليق بعد ذلك ممكن تجي يعني ردة الفعل أو حزنة أو تأثرة قد يكون شوية أكثر يعني من الرجل دي الفكرة اللي أنا كنت أقصدها طيب كويس لكن في النشر الإلكتروني الموضوع أخف من كده عايز أقول هذا هي المشكلة دي بالذات هي ما بس يعني حصر لنا نحن هي دي حاجة انترناشنال يعني كل الصحفيات بالذات ال يعني الانفستيجيتيف جورنالست بيتقصوا يعني وكذا دائما المشاكل اللي بتلاقيهم أو المخاطر اللي بتلاقيهم بتكون من الحاجة دي إنه whatever يعني reaction الحاجة اللي هم بيكتبوها أو بيتقصوا عنها دي بتكون دائما personal على عكس مش على عكس لكن اكثر من الرجل فدايما اي يعني تهديدات اي حاجه بتكون جندر بيست rather than انها بتكون الحاجه اللي هم كتبوها per se فدي مشكله اصلا عالميه بتكون وما بس في الصحافه في حاجات كثيره يعني بالنسبه للتدوين زي ما قلت لانه هو تدوين نوعا ما بيدي شويه حمايه للشخص بالذات اذا هو كان بيكتب اسم غير اسمه او بيكتب من غير اسم حتى لكن وانس انه هو زول اتعرف في النهايه ما بيكون يعني اقل كثير من الحاجه دي برضو بيكون كون الوصول للمدون ده أصعب شوية من الوصول للصحفي أو الصحفية برضو ممكن يكون التأثير أقل لكن على العكس بما إنه هي مدونة قاعدة أونلاين و very easily shared وكذا الرياكشن لها بيكون حاجة أوسع يعني أي مقال يتكتب مثلاً ولا كذا بيكون حاجة فيها حاجة غير مقبولة بتلقى إنه بتتشير كم مليون مرة في فيسبوك ولا أي سوشيال ميديا كانت أيوة وبعدين
بيتعرض ل يعني اي زول من اي حته بيقدر يرد عليها ويقول راي, وفي نفس الوقت بيكون بيرد على الشخص نفسه اكثر من الحاجه اللي هي مكتوبه. فهي ما يعني ممكن تكون اخف شويه من الصحافه at some point, لكن ما اقل كثير يعني من الحاجه دي. في مدونات أو مدونين بيلقوا يعني harassment من السلطات, من الناس من ناحية personal, once إنه هم تعرفوا وتعرف مكانهم وين وكذا وبيتسجنوا يعني نفس الحاجة. لكن بس once إنه هم يعني يتخلوا عن الحماية اللي بتديها لهم التدوين الأنونيمس ده الغير معروف ده بيتعرضوا basically لنفس. طيب كويس دكتورة ريم, يعني للمستقبل كيف تنظرين للمستقبل بتاع النشر الإلكتروني للشابات في السودان؟ والله هو شكله promising, لكن نحن عموما في السودان ما ناس بنكتب سواء من ناحية تدوين أو من ناحية صحافة أو كتابة. عموما ما قدر الحاجة اللي احنا ممكن نعملها, يعني الناس بتقرأ أكثر من إنها بتكتب. الحاجة دي شوية كده ماشية بتتغير لكن ماشية ببطء. لكن أنا بفتكر إنه عموما مستقبل التدوين في السودان ما بعيد من مستقبله يعني on an international level, يعني هو ماشي كويس ماشي ببطء لكن مطمئن ماشي يعني. كويس ممكن يكون أحسن من كده وأسرع من كده. أهم حاجة موضوع consistency, إنه الناس once إنها بدأت تكتب وتتكلم عن رأيها كده إنها تواصل في الحاجة دي. والأهم من كده بالذات في السودان ال accuracy بتاع الحاجات المعلومات والحاجات اللي هي بتتكلم عنها. الحاجة دي اللي قدام يعني لما يكون في عندنا يعني good base للحاجة بيبقى ما أفتكر احتمال تكون نفس credibility حقة الصحافة الورقية, لكن تبقى حاجة قريبة منها شوية يعني. بالنسبة للصحافة الورقية لينا كيف تنظرين لمستقبل الأقلام الشابة؟ والله أرى أن ننتظرها مستقبل إن شاء الله باهر ومستقبل مزدهر بقليل من الإصرار ومن العزيمة ومن تحمل الأشياء ومن الوقوف أمامها ومن تحويل هذه التحديات إلى أشياء سهلة محاولة التعايش معها. أنا أعتقد وبصبر أيضا أنا أعتقد أن الأقلام النسائية ستتولى إن شاء الله مناصب قيادية وستكون من الكاتبات المؤثرات جدا. يعني الفترات الأخيرة كلها الكتاب الكبار ورؤساء التحرير هم الأكثر تأثيرا. نتمنى أن يأتي يوم قريبا يكون فيه الكاتبات من النساء هم الأقوى والأهم والأكثر تأثيرا. إن شاء الله نتمنى ذلك. وأشكرك جدا صحفية لينا يعقوب, شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. شكرا جزيلا لك وشكرا دكتورة ريم جعفر المدونة, شكرا جزيلا لك. سيدنا بك في هذا المساء تحت اللمة, وسيدنا بكل المتابعات من جمهور تحت اللمة. احنا لسه مستمرين معاكم في هذه الحلقة من تحت اللمة, عندنا فقرة تانية نمشي نشوفها ونتواصل. موضوعات وعناوين وكتابات استحوذت على اهتمام الناس في السوشيال ميديا, كان في تفاعل كبير معها. في هاشتاغ لمبة نستعرض بعض من هذه الموضوعات. في مطعم بابكوس الخرطوم كان في فعالية كبيرة تم تنظيمها لدعم الجنوب. اتضمنت الفعالية مجموعة من الفرق الموسيقية ومعرض تشكيلي وسوق خيري متنوع وكمان رسم مباشر والعديد من البرامج المصاحبة. الفعالية كانت بتهدف لدعم الجنوب وكل ربع قيمة من المبيعات الموجودة في الفعالية بكل أنواعها تذهب للجنوب, وكان اليوم الختامي للفعالية يوم الأحد 12 مارس. معهد جوت الألماني بيشهد الأيام دي فعالية ضخمة جداً وهو يحتفل بلان العالمية السودان باليوم العالمي للمرأة.
لأهمية هذا اليوم في جميع أنحاء العالم أردنا أن نكون جزءا من هذا الحدث في الاحتفال بنساء السودان وعكس تجاربهن وهمومهن، وأن نوفر لهن المنبر الحر لمناقشة بعض القضايا بكل شفافية. ستكون الاحتفالية عبارة عن سلسلة من الحوارات التي سيشارك فيها ضيف مميز من النساء والرجال، مع التشجيع عبر الحملة الإعلامية لمشاركة النساء بتجاربهن الحقيقية، وذلك تماشيا مع الشعار لهذا العام هاشتاج كوني شجاعة للتغيير. الفعالية يوم 12 وحتستمر لحد 26 مارس، والفعالية بتحتوي على عدد من المحاضرات اللي حيتم فيها استضافة مجموعة من النساء الرائدات في المجتمع، وبتتناول عدد من الموضوعات. زيارة الشيخة موزة والدة أمير قطر للسودان أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب الشديد من المدونين والمغردين على موقعي فيسبوك وتويتر، ولأهمية الزيارة في دعم مشروعات العمل الإنساني المقدمة من قطر للسودان، ولأن زيارة الشيخة موزة سلطت الضوء على أعرق الحضارات بالمنطقة بزيارتها لأهرامات مروي والبجراوية. وبحسب الصور التي تداولها الناشطون، ظهرت الشيخة موزة في فستان أبيض في الأهرامات شبهت بالأميرة ديانا. هاشتاج قطر السودان. هاشتاج سودان على تويتر أكثر هاشتاج تفاعلاً من قبل المدونين هو هاشتاج سودان، واشترك فيه سودانيين وأجانب، وفيه صور لتاريخ السودان وحضارته، وكل زول كتب عن السودان بطريقته الخاصة. أول برنامج نسائي سوداني على اليوتيوب، برنامج سكشن على اليوتيوب، هو أول برنامج نسائي بشكل كامل ينشر على اليوتيوب. برنامج سكشن بتخرج وبتصور وتمثل وتقدم بنات سودانيات شابات، والبرنامج الآن لديه آلاف المشاهدات على اليوتيوب، كما إنه بينال زيادة مضطردة في الجماهيرية، وصفحة البرنامج على الفيسبوك كمان بتحظى بشعبية كبيرة. البرنامج بناقش مواضيع مختلفة بتهم النساء والشباب والمجتمع السوداني بشكل عام. أنا سارة إسماعيل، واحدة من صناع برامج اليوتيوب في السودان. بدأت سنة 2012 كمصورة فوتوغرافية، من بعدها توجهت إلى مجال اليوتيوب، فكانت الفكرة أنه أعمل برنامج يوتيوب بس يكون فيه لمسة مختلفة. من هنا جت فكرة برنامج سكشن. المميز في تيم سكشن أنه هو تيم إنتاجي بتكون مني أنا سارة إسماعيل في السيناريو والتصوير والإخراج، من محمد الفاتح من مكتب بابلي موشن في المونتاج والجرافيك. الفكرة المميزة في سكشن أنه في كل مرة بندي فرصة لبنات أنهم يكونوا معانا في الموسم، بنعمل بوست على الفيسبوك، بنعمل انترفيو، بنجمع بنات بحيث أنهم هم يكونوا مقدمين في الموسم. أهلا من جديد بكم في تحت اللمبة، وصلنا لفقرة حلول. فقرة حلول اليوم عندنا فيها ضيفة مميزة استطاعت أنها تنجز مشروع جميل ومفيد، وسمح الكلام في خشم سيده صح، آلاء السراج. أهلا وسهلا بك يا آلاء. يا مرحبا، أهلا بك. آلاء صاحبة مشروع Your Gift قفة صح؟ Your Gift قفة قطة صح؟ أنا دي معناها شنو هي؟ قفة بتاعت هديتك، قفة العادية. القفة العادية يعني هدية في قفة؟ هدية في قفة. ما شاء الله. طيب هو المشروع ده يعني بشكل عام هو مشروع لتصميم وإنتاج وبيع هدايا. بالضبط. متين بدأت الفكرة دي؟ عيد الأم، عيد الأم بتاع السنة اللي فاتت، قبل سنة تقريبا. قبل سنة، أقل من سنة. ده بدأت المشروع عملي؟ ده كانت أيوة بالضبط، ده كان يا دوب فتحت الجروب، يا دوب بديت أنزل حاجات في الجروب. هو طبعا ما بدك الجروب بتاع بيزنس، هو كان بدك جروب فيه أفكار بتاعت هدايا، لأي زول عايز أفكار هدايا ممكن يجي يشوفه يعني ياخد فكرة يمشي يعملها. لقيت الناس بتسألني بكم، الأفكار اللي بتدي عليهم فكرة مكتوبة ولا بتعمل هدية وبتصورها؟ بعمل هدية وبصورها، لأنه من زمان بحب أعمل هدايا مختلفة ومميزة، وبصورها وبرسلها لصحباتي وكده يعني. فبجيب بعد ما أرسلها لصحباتي بنزلها في الجروب. هدايا من شكلها كيف، ونياته نوع، ونياته حجم كده، احكي لنا عن الأفكار. والله طبعا الخيارات والأفكار كتير شديد ومتنوعة شديد، فأحسن أزول يشوف الجروب براوي يعني. يعني ندخل الناس على الجروب. ندخل الناس على الجروب. طيب كويس، خلينا نبدأ من البدايات. القصة دي عندها علاقة بالموهبة بالدرجة الأولى صح؟ يمكن، احتمال. ما دارين نعرف المعلومة، أنت حياتك خلال حياتك كلها كان في الميولات دي يعني؟ بالضبط أيوة. كنت بتعمل شنو؟ عموما لما أي زول في حياتي حواليني يكون محتاج هدية، أنا أول زول بيجيو يعني.
بدوني انا عشان اديهم افكار عشان امشي معاهم اختار الهدايا عشان كذا. فمن زمان بحب اهدي بحب اختار هدايا بحب الحاجات دي. طيب الجروب اللي انت تكلمتي عنه يعني احنا ما عرفنا الناس انه عندك جروب فيه 82,000 عضو ديل متعاملين معك. اي 82,000 عميل في السودان وبرا السودان. كيف قدرتي تكسبيهم الناس دي؟ انا بكتب اصلا بكتب شعر نثر روايات حاجات زي دي، فكل هديه بنزلها بقوم يعني بكون المقال اللي كاتباه معاه بحاول انه اربط الناس بالهديه، بحاول انه الهديه تكون جزء منك جزء من 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 حياتك جزء من حاجه انت مريت بيها قبل كده، فبالتالي الحاجه دي بتجذب الزول بتخليه يحس انه الهديه دي اصلا معموله له اصلا معموله للزول اللي هو عايز يهدي له. فالحاجه دي افتكر دي اكتر حاجه كانت ساعدتني في انه انا اكسب الناس. يعني هو كارير حياتك المختلف ده له تاثير على خياراتك اللي انت بتقدميها دي و... الطب في الطب مش كده؟ ايوه انا بيت اقول كده داري كنتي. طيب انت في الطب ولا مدرسه انجليزي ولا صحفيه ولا صاحبه اربع لغات ولا انت عرف عليك اكثر. طيب نزل ما عندي موضوع وعندي وقت كثير في عندي كل المواضيع انت. ورغم ده لقيتي فارقه انك انت يعني تنجحي في الحته دي بشكل كبير. والله ما عارفه انا لانه الحاجه اللي في راسي بعملها، انا زلمه مزاجيه شديد، فلما مزاجي يقوم يحكم في حاجه معينه بقوم بمشي بعملها وبتم مع الاخر. فالحاجه دي خلتني يعني اشتغلت في مجالات كثيره واشتغلت في حاجات كثيره. فكده ده السبب اللي خلاك انت بعد ده تمشي في الموضوع ده كويس. اي وبدت الفكره كيف يعني بديتي تنتجي في الهدايا دي كيف؟ تنتجيها في البيت ولا عامله مصنع ولا تشتغليها كيف في الهدايا؟ في الاول كانت في البيت. هو بمشي بشتري الحاجات بتاعتها المواد الخام بتاعتها بجي في البيت بظبطها. كانت في البدايه كنت اصلا بشتغلها في قفف عديل، كنت بجيب السباتة والسلل والسلال والسلال سلال اي سلال جمعتها سلل كويس والحاجات دي بقوم بظبط فيها الهدايا وكده وبصورها بنزلها في الجروب. والناس اللي في كينيا وفي السعوديه وفي قالوا في ناس كميه من التواصل يلا ايوه ما هي الفكره انه الناس بتقوم بتتصل، الناس بتكون في برا بتكون عايزه طلبات للناس اللي هنا، بتكون عايزه تهدي هدايا للناس اللي هنا، واحنا طبعا عندنا ديليفري. فالفكره كلها انه انت بتشوف الهديه بتضرب تليفون بتحول القروش بتاعتك الهديه بتصل للزول في حتته من غير ما انت تعمل اي حاجه. فبالتالي الحاجه دي جابت ناس يعني من برا السودان من مختلف الحتات. لكن بالنسبه لكينيا والسعوديه دي عايزه افتح فيهم فروع عديل في كينيا وفي السعوديه على اساس انه يكون عندنا توصيل لهناك. طيب يا علاء الطريق للمشروع ده كان مفروض شروط يعني ولا اكيد بيكون في عقبات واشكالات حصلت لك ووقفت من مسيرتك ولا دعمتك؟ لا ما هو اكيد طبعا في عقبات وحاجات زي دي حصلت، بس انا زول عندي زهايمر ما بتذكر. لكن الحاجه زهايمر بتجدعها وراك يعني ولا بتنسيها جد جد؟ بتعامل معاه وبعدك بنساه. كويس. ليه الحاجه المهمه في الحته دي شنو؟ انه في اي انجاز اكيد بتكون في الرحله بتاعته في عقبات حصلت، لكن الحاجات دي كلها والصعوبات دي كلها بتتنسي بتفضل بعد ذاك الحلاوه بتاعت طعم الانجاز ده ذاته. طيب العقبات دي كانت شنو؟ ما متذكره بجد ما متذكره. لا بجد نسيتها جد؟ بجد نسيتها. ما في نهايه؟ طيب المستقبل شايفها وكيف؟ لسه شغلنا فيه فيه حاجات كثيره لسه ما اتعملت، لسه فيه بوتنشل كميه لانه المفروض يكبر لانه بيقدر يعمل حاجات اكثر بيقدر يحقق اكثر. فبتمنى انه انا اقدر اعمل الحاجه دي، بتمنى انه انا اقدر اخده للحجم اللي هو مفروض يكون عليه. جزء من مجهودك عشان تصل للحاجه دي هو سفرك وترحالك من دوله للثانيه، مستفيده من الحاجات دي بانك تشكلي فكره؟ جدا جدا، لانه انت بتاخذ من الثقافه بتاعت كل حته انت بتمشيها وبتحاول تشوف انت هاو كان يو انكوربوريتد انت الشغل بتاعك، كيف تقدر تدخله في شغلك، كيف بتقدر تقدمه لزبونك للعميل بتاعك. فالحاجه دي بجد بتفيد شديد، هي بتفيد في كل حاجه لكن في دي بالذات بتفيد بزياده. ممتاز. طيب وهنا في السودان يعني الاقبال على الحاجات دي اكثر ولا من الدول البرة اكثر الهدايا اللي انت بتصمميها؟ والله احنا طبعا اول ما بدينا كان في ناس كتار بيقول لي انه ده شغل بدع مواسم، انت ما حتقدري تعملي حاجه، انت بالكثير كده كان بالغتي في العيد وفي اعياد الميلاد وفي كده. لكن شويه شويه لقيت انه لا ناس السودان بيهدوا، انا الوحيده في الدنيا ما بيجيني هدايا. لانك انت بديت تعمليها يعني ما شاء الله 82,000 عميل وعندك في الصفحه يعني السوشيال ميديا عامله لك ماركتنج كويس، انت ما مستخدمه اي وسائل ثانيه. خلاص الاعلام البديل ده نقدر نقول انه هو وصل لمرحله ممتازه جدا عندنا هنا في السودان. اي افتكر جدا خصوصا الفيسبوك اكثر من تويتر اكثر من انستغرام اكثر من عموما وسائل السوشيال ميديا الثانيه. فيسبوك بالذات بقت كل الناس عندها فيسبوك.
شغلك على الفيسبوك؟ حبيبتي الله يرحمها كان عندها فيسبوك. الله يرحمها ما شاء الله. انتوا بديتوا بدري معنا. لا طيب الـ 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 الاقبال على الحاجات دي عامل لك دخل مادي كويس؟ ما داري الناس حالك ما تقولي رقم لكن كلي وري. ما كنت حقول لك. ما كنت حتقولي. لكن بشكل عام مريحك؟ اي الحمد لله. باقي لك يعني شغل كويسة؟ اي حي احسن أكثر من الطب. الطب ده خشيتيه بنفس الحب اللي لموضوع الهدايا ده ولا خشيت الطب عشان طب؟ بنفس في وقتها اي تمام. وممارسة المهنة دي أسي؟ أي أسي بعمل في الامتياز بتاعي. أصعب الطب ولا أصعب تصميم الهدايا وبيعها؟ أفتكر المفروض تقول لي بتحب بيعته أكتر لأنه كل واحد فيهم ما واضح. أنا عارف بس بتحب بيعته أكتر. بالدليل أنه بتتكلمي علينا عن ده أسي. لا لكن ده وجه مقارنة لكن ده ما في وجه مقارنة. هنا في إنجاز أكبر بيعته فيم في الموضوع اللي أنت أسي دي عملاه بزنس كويس وحل من الحلول يعني حتى كواجهة كده ده لشابة قدرت إنها تحول حلمها لحقيقة على أرض الواقع وتوجد فكرة وتنفذها وتبقى حاجة كبيرة زي دي افتكر ده نجاح. الاثنين بالنسبة لي كانوا حلم يتحقق. نحن الطب إن شاء الله ما نجيك في عيا لكن في دي بنجيك. تقول شنو للشباب اللي عندهم آمال وطموحات أفكار إنها تتطبق على أرض الواقع؟ افتكر إنه أهم حاجة إنه زول يكون عنده ثقة في نفسه وتاني حاجة حسن الظن بالله يعني لما كان نزل بتنزل بوستات عن الشغل بتاعنا كان في ناس بيتكلموا عن نفسهم بطريقة سلبية انه احنا وين من الكلام ده انا عمري ما حعمل حاجة زي دي وعموما انت اذا خدت في راسك ان انت عمرك ما حتعمل حاجة عمرك ما حتعملها لانه الفكرة كلها في الثقة في النفس. احنا عندنا في المجتمع بتاعنا الحاجة دي شوية فيها نقص فواحدة من الحلول اللي انا لقيت المشكلة الثقة في النفس دي يوتيوب. ما عندنا يوتيوبرز سودانيين كتار عندهم يوتيوب شانلز في يوتيوب وبيتكلموا وكذا. انا الحاجه دي شخصيا ساعدتني شديد في انه انا ازيد الثقه بالنفس بتاعتي. لما انت تجيب قدام كاميرا وتتكلم مع نفسك في الكاميرا وبعد ذلك تقوم تعرضها للناس الحاجه دي بتزيد ثقتك في نفسك شديد. جميل. بغض النظر عن الفيدباك الجاك سواء نيجاتيف ولا بوزيتيف. انت عامله قناه يوتيوب؟ عندي قناه بتاعت يوتيوب متخصصه في شنو؟ ميك اب. ميك اب بتحبي الميك اب وبتشتغلي اليوم للناس يعني بتقدمي حاجات؟ بحب الميك اب جدا جدا وبحس انه هو زي ما قلت لك برضه وسيله لانه الزول يتغلب على الانسكيورتيز بتاعته وتكون برضه عنده ثقه في نفسه اكثر. ف حسيت انه انا مفروض بما انه انا بعرف اعمل ميك اب لنفسي مفروض انشر الـ العلم ده الثقافه دي توري للناس لان البنات فعلا مهتمين بالعلم علم. عموما يا اخي مو مبروك يعني نجاح مشروع الهدايا الجميل ده اتمنى لك التوفيق زياده اكثر واكثر واضح انه الطموح مستمر يعني المشروع ده ممكن يكبر بكثير اتمنى لك التوفيق فيه يعني. شكرا جزيلا لك على السراج وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا في فقرة حلول اللي مقدم فيها نماذج من الأفكار الناجحة واللي قدرت توجد حلول لحياتها وعلى السراج واحدة من الشابات اللي اجتهدت فينا تقدم نموذج لفكرة أصبحت على أرض الواقع مشروع مكتمل الأركان. أتمنى لكم جميعا التوفيق خليكم معنا في تحت اللمبة. ألحان وكلمات وموسيقى مجملة غناء سولا كورنر اليوم حيكون في أغنية جديدة لفرقة سوا باند أخليكم معاه في آخر فقرات الحلقة دي ونتلاقى إن شاء الله في الأسبوع الجاي. أبقوا طيبين مع السلامة. Thank you.
سعد عليك حكايه انت دايرك تبكي لن زمان كمان نصف كانت المرس فريق كان سعد عليك حكايه انت دايرك تبكي لن تبكي لي مجانو علي جاف علي جاف.